صباح الخير يا جماعه، النهارده جاي لكم فيديو مش لطيف، بس الحمد لله على كل شيء. النهارده يا جماعه بابا رايح يعمل عمليه، فادعوا له ان ربنا كده ان شاء الله يقومه بالسلامه، وان شاء الله كده ربنا يطمنا عليه. كل اللي فتح الفيديو دوت وكل اللي بيتفرج على الفيديو دوت وكل اللي بيحب الحاج جابر يدعي للحاج جابر ويقول له ربنا يشفيك ويعافيك يا رب. الف سلامه يا حجيج، ان شاء الله كده باذن الله بسيطه، وان شاء الله ربنا كده ان شاء الله يطمنا عليك يا رب. يا عم الحمد لله كله خير، وكل اللي راجبه ربنا كويس، دي حاجه بسيطه الحمد يا ربنا يجعلها في ميزان حسناتنا ان شاء الله. ربنا يشفي مرضانا ومرضى المسلمين يا رب. ايه رماس هتيجي معانا؟ عندها دروس. صباح الورد. يلا بقى عشان نلحق نكسب وقت. انت لبستي ولا هتروحي كده ولا هتلبسي؟ لا طبعا هلبس، ده دي هدوم البيت. طب يلا البسي بقى عشان نكسب وقت. حط لايك. يا ده انا مقايله لك 100 مره سيبنا اسلم على الناس الاول. انت بتلخبطني. الكاميرا معاك ايه؟ ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ وكل سنه وانتم طيبين وصحه وسلامه، واحنا بصحه وسلامه والحمد لله على كل شيء كده كويس. يا حاج محمد قول لي صباح الناس، صباح على حبايبي، مش واخدنا على مشم كده. ادعوا بقى للحاج ان شاء الله، هي حاجه بسيطه ان شاء الله، وادعوا له ان شاء الله يقوم منها بالسلامه باذن الله، وهي حاجه بسيطه. الحمد لله الحمد لله على كل شيء. يلا يا حاجه. لا يلا 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 يا حاجة جابر، حاجة جابر يلا يا عم، يلا عشان نكسب وقت. استنى امها هتلبس، امها هتلبس، استنى. معلش معلش قومتك. انا هلبس في ساعة. ما انت ما شاء الله شيك، فانا فاكرك هتروحي كده. والله العظيم فاكرها العباية شيك اصلا، اي حاجة بلبسها شيك عليا، انا فاكرك هتروحي كده والله. فاحنا يا جماعه ما بنحبش نصور لكم الفيديوهات ديت اصلا، بنصور لكم الفيديو دوت علشان كل اللي بيتفرج على الفيديو يدعي الحاج جابر، لان انا عايز اقول لكم اليومين دول العين صايباه، العين صايباه، بنخلص من حاجه نخش في حاجه. فاللهم لك الحمد، يعني الحمد لله الحمد لله، ربنا ان شاء الله يتم شفاعه على خير ويخرج من العمليات كده سالم غانم يا رب العالمين. كلنا في التعليقات كده عايزين نكسر الدنيا في التعليقات، ان شاء الله باذن الله تكون سليمه، وهنروح وهنطمنكم برده مع الدكتور باذن الله، ان شاء الله يطمنا كده وهنطمنكم. ما شاء الله عليكم ما شاء الله، انتوا اخوات يا جماعه ولا ايه؟ انتوا توأم جايين في بطن واحده؟ اه توأم. بص يا جماعه، ربنا يجمع ويوفق. ادعوا لنا ان شاء الله. انا رايح اعمل عمليه دلوقتي، فادعوا لنا وربنا يصلح حالنا وحالكم ويشفي مرضانا ويشفي كل مريض. امين يا رب، اللهم امين. امين يا رب العالمين. ان شاء الله كده ربنا ان شاء الله يخرجك سالم غانم، وان شاء الله هتبقى ولا تحس باي حاجه. وصلنا الحمد لله بالسلامه، وان شاء الله هتخش تعملها في 10 دقايق وهتخرج. انت متوتر ليه؟ لا والله مش متوتر الحمد لله. متوتر ولا مش متوتر يا حاج؟ لا مش متوترين، بنفوت في الحديد يابا. باذن الله سليمه. الدكتور طمني وقال لي مش هيطول. يعني الحمد لله على السراء والضراء، الحمد لله الحمد لله. دلوقتي يا جماعة الدكتور خلاص هيعمل لنا سونارة هوت، وهندخل وان شاء الله تبقى زي الفل. الدكتور طمني بس، هو ان شاء الله يعمل سونار بس عشان يعرف هو هينشل فين. محمد بيحاول يضحكك يا بابا. بعرفش انت قلقان ليه كده ومتوتر. انا مش قلقان والله، سبحان الله. على فكرة من الواحد صايم مش قلقان. ايوه ده طبيعي. خلاص الجهاز فتح، هعمل لك انا السونار. محمد لايس مش عارف هيعمل ايه ولا ايه. حاسب محمد، حاسب الدكتور جاي، حاسب محمد. يلا بص بتعمل ايه؟ ايه بتعمل ايه؟ عارفين مين بهوني انا؟ عشان بروبلا انا بكام؟ بروبلا بكام؟ لا ده معدي ربع مليون جنيه. جيب الجهاز كله. انزل اجيب لكم فطار. لا والله مش دلوقتي. طب واجب يا محمد من ورا يا حاجه قلاني. انا عايزاكم تدعوا لبابا ربنا يقوموا بالسلامه يا رب، ويبعد عنه اي حاجه وحشه. اهلا اهلا اهلا، الحمد لله على السلامه. عامل ايه؟ دخل على ايه؟ دخل بقاله ربع ساعة. ازيك يا حمد؟ ازيك يا حسن؟ ازيك يا عم؟ الحاجة أم محمود اللي عدت الحدود. ازيك يا حمد؟ بقاله قد ايه كده؟ نص ساعة. داخل كده هو ما قاليش الصراحة، بس أنا بص أنا بخمن. هو بياخد وقت. البنج وبياخد يا مسهل يا رب. بس يعني ما تقلقش، أنا عملت له سونار واطمنت عليه واديته للدكتور سليمان. عملت له سونار؟ اه. سونار. شو عملت دكتور؟ والدكتور قفشته وأنا بعمل له سونار. والله؟ قال لي انت عارف اللي بتلعب فيه ده بكام؟ نفسي حلوه وهو داخل وكده واخد ضغط عادي. ايوه 100 فل و10. طب الحمد لله الحمد لله. السلامة يا يابا. السلامة. عمال تتدلع انت كل يومين، تتدلع وتيجي المستشفى وبتتلكك انت. الحمد لله الحمد لله. الف سلامة عليك. الله الحمد لله يا جماعة، هو بقى كويس، مستنيين بس البنج يخرج من الجسم تماما، وان شاء الله نروح على البيت باذن الله يبقى كويس. الحمد لله.
هو الحاجة الغريبة الوحيدة ان انا كان نفسي اشوفه في تأثير البنك. لا ما هو صحي لك اهو، هو صحي لك اهو. ماشي على الله كل. يلا الف سلام عليه. زغزغ لك في رجلك. جري 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 جري. والله العظيم انت بتتدلع. انا الوحيد اللي فاهمك. عايش شويه دلع. ما تدلعش ليه؟ حد يبقى عنده الشباب الحلو ده وما تدلعش. يبقى حرام عليك. قول بسم الله ما شاء الله. الله اكبر. بس خلاص هو قفلت. شغالوا المولد ده مش فاهم. الساعة 6 بالدقيقة. عملية شغالة دلوقتي. لا أكيد في مولد. هو أكيد عارفين من حسابه إن هو بيطلع الساعة 6 يقول له لا استنى لما خلاص يا جماعة الحمد لله روحنا بالسلامة والحاج أهو الحمد لله زي الفل. الحمد لله على سلامتك يا أهو. بص بتنور إزاي ما شاء الله. منور بيكم يا محمد. الحمد لله روحنا بالسلامة والحمد لله الحاج زي الفل. وادعوا له بقى كان ربنا يتم شفاعه على خير يا رب. امين يا رب. يشفي كل مريض يا رب. اللهم امين. رب يشفي كل مريض يا رب. اللهم امين يا رب. وارحم موتانا وانصر اولادنا واخواتنا في غزة. اللهم امين. اللهم كن عونا لهم يا رب. اللهم كن عونا لهم. احنا ما زلنا في ابداعات وشطرات وحركات نيرة. نيرة كل مدى وبتحاول تثبت للجميع ان هي بقت بنت كبيرة وبقت بنت يعتمد عليها. الكلام ده ازاي؟ لما انا اكون لسه جاي من البيت ومحمد لسه جاي من البيت عشان طبعا نقعد مع ابويا شوية ونطمن عليه ونشوف اخبار العملية معاه عاملة ازاي، فنتفاجئ ان نيرة ما شاء الله واقفة في المطبخ مريحة ستها وبتعمل اكل. لا وايه، مش اي اكل كمان، بتعمل اكل جميل وبتعمل اكل محتاج فعلا واحده ست عندها خبره وشطاره في المطبخ. فما شاء الله علامك يا حاجه ما راحش على الارض، علامك يا ام زياده الله يرحمك ما راحش على الارض. فما شاء الله طلعتوا لنا بذره، قصدي طلعتوا لنا بنت جميله طويله عريضه بقت كبيره وطول اهي، فما شاء الله يعتمد عليها. فتسلم الايادي. وعايز اقول لك ان انا منبهر من الريحه، ريحة الفراخ وهي بتتسلق انا بحبها. الفراخ دي بلدي صح؟ طبعا عرفتها من ريحتها. فالله ينور. اشرب من الشوربه دي؟ لا لسه شويه لسه. طب هتعمل لنا اكل ايه بقى غير الفراخ؟ انا بص انا الاول جبت الفرخه دي كده نظفتها وهسقتها بجدي وهعملها. وبعد ما جبت الفرخه نظفتيها وهعملها بقى جنبها لسان عصفور عشان خاطر هو ايه عيانين، مش عايزين نجرحوا. يعني ده اكل عيانين؟ طب واللي مش عيانين ياكلوا ايه؟ معرفش بقى لو مجرد يطلبوا دليفري. نخلي عندنا ده، احنا نعمل اكل للعيان بس، اللي مش عيان يطلب دليفري. او مش مهم ان هو ياكل من اساسه، عادي هنصرف نفسنا مش مشكله. المهم ان ابويا ياكل عشان صحته، وده راجل عامل عمليه ربنا يقومه بالسلامه، لازم نهتم بيه وناخد بالنا منه. فيا حاجه يعني ربنا يديك الصحه ويطول لنا في عمرك. ما شاء الله طلعت لنا بنت زي العسل اهي، يعني ما شاء الله اجيال بتسلم اجيال. مش هقول المثل بقى اللي هو ايه، القوالب نامت والانصاص قامت، هي القوالب لسه قايمه. لا مفيش قوالب، انا بطلع اجيال من تحت ايديا. الله ينور. انا عايز اوجه رساله للي هيشوف الفيديو ده، عريس نيره ان شاء الله بعد كام سنه يحيينا ويحييكوا ربنا. هنلففه كعب داير ليه؟ لانه هياخد ست بنات. ايوه عايز اقول لك ان انت حماتك هتبقى بتحبك. عارف ليه؟ لان انت هتاخد ست البنات. طبعا الكلام ده كله ليك يا نيره، محدش قدك. انا نيره. نيره بتتكسب بس شويه، ما بتحبش حد يشكر فيها قدام منها، بيتحبوا يشكر فيها ورا منها. حاسس ان انا النهارده حاسس ان انا بقول شعر بقلب جمال، بس ده بصراحه يعني ايه، يعني انا منبهر صراحه، لان احنا جايين على اساس ان احنا نعمل اكل، فاحنا اتفاجئنا ان الاكل اتعمل اساسا. هو انت اتفاجئت ان انا مش عامله يعني ليكوا اكل عامله لجدي، مش عامله لكم. عموما يا نيره ربنا يوفقك ان شاء الله وتنجحي في الامتحانات وتجيبي مجموع زي العسل كده وتحققي ان شاء الله اللي انت نفسك فيه. دعواتكم نيره ان شاء الله، هي في اولى ثانوي بتمتحن اهي، الثانويه العامه صعبه، واللي بينجح فيها بمجموع حلو فهو شاطر. فعقبالكم ان شاء الله كلكم، كل اولادنا وكل اخواتنا اللي عندهم امتحانات ربنا يوفقهم ان شاء الله، وتجيبوا احلى المجاميع علشان خاطر اهاليكم قبل نفسكم، وان شاء الله تحققوا حلمكم. امين يا رب، وربنا ينجح الجميع يا رب.
ويجيب تعب كل واحد بفقه. امين يا رب. يا رب ينجح اولادنا واولاد المسلمين كلها. امين يا رب. ايه يا رب؟ مش عايزه تقولي حاجه؟ اهو انا لسه بقول. انا شايفك عمال تلف كده وتحومي ورا كده عمال تداري في البوتاجاز. ماما بيتكلموا كلام كده جميل وانا ما بعرفش ارد عليه فبعمل عبيطه. يعني اعمل ايه؟ اعمل ايه بلا ادعي بس ربنا ينجحني كده عشان خاطر ايه يعني احنا في معركه كده صعبه. ربنا يطلعنا منها على خير كده يا رب كده وما نطلعناش باي خسائر يا رب ان شاء الله. يعني خلاص بقى يا رب. تعالى اما اطمنكم على الحاج. الف سلامه عليك يا كبور. ربنا يتم شفاك على خير يا رب. الحمد لله والشكر لله ليكم حبايبنا مني يا رب كله خير. انا بشكركم جدا جدا وبشكر كل اللي سأل عليا. فربنا ما يحرمناش منكم ولا من كلامكم الجميل المحترم. فربنا يشفي مرضانا ومرضى الناس اجمعين يا رب العالمين. ده اولا. ثانيا انا بحمد ربنا وبشكر فضله على السراء والضراء. واكتر من كده انا راضي والحمد لله. وربنا ينصر اخواننا في فلسطين نصر عزيز المقتدر يا رب. ادعوا يا اخواننا ادعوا. الناس شافت الويل ادعوا لهم ربنا ينصرهم ويثبتهم على الحق. امين يا رب العالمين. وكل سنة وانتم طيبين. العيد جاي وربنا يجعل ايامنا كلها اعياد فاعياد. وانا بطمنكم انا كويس والحمد لله. واهو حاجة كده والحمد لله عدت على خير. وربنا يجعله في ميزان حسناتنا ويرحم موتانا ويشفي مرضانا اجمعين. وطبعا نيارة ربنا يكرمها من ساعة ما جت من الدرس واقفة في المطبخ مصممة انها تعمل لي اكل. يا ولاد انا مش عايز اكل انا لسه واكل. يا جدي بس اهم حاجة ربنا عمالين بالسلامة. انت يعني صحتك عندنا بالدنيا كلها. ربنا ينجحك يا نيارة. يا رب يشفيك يا رب. يا رب يستر عرضك وينجحك ويرزقك بابن الحلال اللي يصونك ويحفظك. بعد الجامعة ان شاء الله. هو انتوا عايزين تخلصوا مني ولا ايه؟ ما هو بعد الجامعة ان شاء الله ربنا يوفقها في حياتها كلها هي وكل اللي زيها يا رب. اهم حاجة وادعي يابا والنبي دعوة لا ربنا يقومها بالسلامة. انا احسن والله يا ابني بدعي من غير ما حد يقول لي. انا تعبت لها. ما بتولدش. مش راضية تولد. والله العظيم انت عارف انا روحي مش هنا. انا روحي هنا. انا عايز اعرف يعني اكيد في واحدة ست دخلت موسوعة جينيس بسبب الحمل. يعني ممكن تكون مثلا قعدت لها 10 شهور ولا حاجة. لا انا عايز اعرف الرقم القياسي كام علشان الاقي تكسره. انا عايز انها تكسره. انا لسه في التاسع والله لسه في اول في التاسع. ما وصلتش لعشر دقايق بس ربنا يقومني بالسلامة. يعني هي في التاسع بس انا عايز ان هي دخلت في ثالث سنة. انا عايز ان انا اروح المدرسة هو لسه في البطن. لا ولا يا حبيبي شويه. كل شيء ليه اوان يا ابني. ان شاء الله. انا اسف معاده. هي بنوته مش ولد بس انا متعود على لساني انا بقول الواد 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 بس هي بنوته ان شاء الله. ربنا يقومها بالسلامه ان شاء الله وتجيب لنا بنوته زي القمر علشان الواحد نفسه كده ان هو يهيص ويعمل سبوع ويعمل حاجه حلوه كده ونفرح ونهيص بقى نفسنا بفرحه حلوه. يعني دعواتكم ليها ان شاء الله ربنا يقومها بالسلامه. استاذ يوسف خلصت امتحانات بقيت قاعد صايع لا وراك شغل ولا مشغل. الحمد لله. لحد يقول لك ذاكر يا يوسف ولا حد يقول لك المستر جالك يا يوسف. والله ما بقعد بقى حاسس ان المستر عليه داخل على البيت والله. اسود من البسين. كل شويه في البسين. الجو حر. مش عمل اللي عليه؟ اه ما ده في البسين بقى دلوقتي. كان بيحضر الدروس بتاعته كويس وكان بيذاكر ما شاء الله كويس وراح حضر الامتحانات وحل كويس. ما خلص بقى اللي عليه. عنده اجازه يقعد بقى في البسين. بص يا جماعه الحفله اللي جايه ان شاء الله تبقى نجاح يوسف ونيره ورماس باذن الله وزياد عشان زياد يا جماعه دلوقتي مطحون يا عين برضه. هو انت ناويه تطولي اكتر من كده في الحفله؟ هي حلبة ما تولد لما تكوني خلصت عليها. انا فاكرها هتقولي الحفلة اللي جاية حفلة الولادة. طلعت بتقول حفلة دي هو انت لسه مستنية؟ افرضي النتيجة قعدت شهر. لا بعد الشهر ما تكونش شهر بالله عليك. ولا اقول لكم اعملوا حفلة معايا. يلا ان شاء الله خير وان شاء الله الايام اللي جايه في حياتنا هتبقى كلها فرحه وسعاده لان الحمد لله من الاحداث اللي بتحصل حوالينا والابتلاءات اللي بتحصل لينا فاحنا متاكدين ان ده حب من ربنا دايما ربنا كده عايز يدينا حاجات عشان نقول الحمد لله ويقربنا منه اكتر ونبقى عندنا امان بالله اكتر. احنا الحمد لله شاكرين وراضيين الحمد لله على السراء واللي يجي واللي يجي الاول يا مرحب بيه. يا مرحب بالافراح اللي تيجي في الاول. تيجي الولاده الاول يا مرحب بيها. تيجي النتيجه الاول يا مرحب بيها.
كل اللي يجي الولاد الاول عشان نعرف نفرح بجد. ان شاء الله ما عندناش مشكله في اي حاجه. ان انت هتجيبوا مجموعه حلوه ان شاء الله. بصراحه انت مطحونه. ادعوا لها يا جماعه بالله عليكم ليه. ان شاء الله ربنا يوفقها كده. وادعوا لبابا وادعوا لماما عشان دول محتاجين اكتر ثلاثه محتاجين دعوات في البيت هنا. ممكن تحطينا انا في الاخر. لا ادعوا لها مرتك ربنا يكرمها يا رب. ربنا يكملها على خير يا رب في اوانها يا رب. اللهم اطعم كل مشتاق وراضي كل محروم يا رب. انك على كل شيء قدير. ادعوا يا حبايبنا وما تيأسوش. الدعاء مفيد جدا وربنا اللي امرنا بالدعاء وطلب مننا الالحاح. ادعوا ربي لا تذرني فرضا وانت خير الوارثين. في السجود في الركوع في كل وقت ادعوا وتقربوا لله وربنا له في ذلك حكم. التأخير له حكمة والبدر في الحمل له حكمة. كل شيء عند ربنا بمقدار. فلا تيأسوا وتفوضوا الأمر لصاحب الأمر. محدش عارف فين الخير وفين الشر. احنا روح ماشية على الأرض. فربنا يصلح حالنا جميعا ويرضيكم جميعا يا رب العالمين. وانا بشكركم جدا جدا. انا عايز اقول لكم على حاجه. انا مش عايز كلام الحاج ده ياخدكم. عارفين ليه؟ انا ابويا بيقول الكلام ده عشان هو ما شاء الله هو قوي. ابويا مميز في حاجتين. اول حاجه عنده ما شاء الله ايمان بربنا كبير جدا فوق مما نتخيل. ليه؟ عنده ايمان بالله وبيرضى بكل حاجه بتحصله في حياته ايا كانت ايه هي. ماشي. تاني حاجة ان هو ما شاء الله راجل فريش بيحب ياخد الحاجة كده ببساطة. بياخد الحاجة كده بيحاول يرفع من معنويات على قد ما يقدر. ولكن ما تنسوش كلامكم الحلو ودعواتكم ليه في التعليقات. لان هو لما هيشوف التعليقات دي لما هيلاقي دعوة حلوة هترفع من معنوياته. فان شاء الله ربنا يقومه بالسلامة. انا بس ايه انا عارف ان انتم مش هتتأخروا بس ايه يعني دي وصية بوصيها لك عشان برضو ايه يعني ابويا وعايز يبقى مبسوط بقى. فكل سنه وانتم طيبين ويا رب العيد الكبير كده يجي علينا كلنا واحنا بخير وسلام. وان شاء الله يبقى عيد اضحى مبارك. والله البت نيره دي يا جماعه يعني مش عارف بس ربنا يبارك لك يا رب كده. بص يا جماعه مروقه على جدها ومدلعه اخر دلع. انا ما عنديش اغلى من جدي برضه يعني روق عليك. وما بص بقى جدي انت اهم حاجه تاخد العلاج. ليه بقى العلاج قبل لك؟ لان جدي وستي عندهم مشكله ان هم بينسوا ياخدوا العلاج بتاعهم. فانا ايه عامله لهم الدكتوره هنا يعني مؤقتا كده يعني. ان شاء الله تبقي دكتوره بجد يا نيره. انا مش عايزه ابقى دكتوره بس انا بعمل دكتوره عليكم انتوا. انا مش عايزه ابقى دكتوره. بصوا ان شاء الله الاكل ده هيعجبك. دي شوربه لسان عصفور وديت ديك بلدي عامله له سلقته له كده بشويه خضار جميل كده. ان شاء الله هيعجبه يعني. خد يا جدي بقى بالهنا والشفا. ثواني يا دكتور. تشكريني يا ريال انا هيجيلك. متشكريني بالهنا والشفا يا جدي. اي حاجه تانية يا جدي؟ سلامتك. بس ايه ده كله؟ انا مش قادر اكل ده كله. ده انا قعدتك ايه؟ ده انا ما عملتلهمش اكل. لا 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 مفيش الكلام ده. انا اكلك صح؟ مفيش حاجه اسمها مش قادرين. اجيب له بس الماء ياخد العلاج بتاعه وانا هزقته. وانا والله ما هسيبه غير لما اخلص الاكل اللي تعبانه فيه. تسلم ايدك يا عيني. انا مش تعالى يا جماعه اتفضل يا رب. ما كنتش تحلف وخليكم. بسم الله الشافي العافي. ربنا يشفيك يا رب. الحمد لله والشكر لله. انا بشكركم جدا جدا وتملي ان اكلمكم بالكلام الحلو والمواقف الحلوه الجميله. وكل سنه وانتم طيبين وربنا يجعل ايامكم وايامنا كلها خير وافراح ان شاء الله. وانا الحمد لله بطمنكم انا كويس والحمد لله بفضل من ربنا. ونشوفكم على خير. مع السلامه. قولوا له ياكل يا جماعه عشان لو ما كانش هبص على فيديو واقول لكم خليكم تتخانقوا معايا. بس عشان مش هسيبك. يلا دور لي رايك كده. بسم الله. يا سلام. ولا تقولي لي ستك. لا ما تغلطش. ولا تقولي لي اي حد. لا ماليش دعوه. والله مش انا اللي بقول. انا ماليش دعوه. ما تغلطش. ما انت كده بتغلط. لا هي هتنبسط لما انا اقول كده. ما برضه يا جدي يعني معنى الاكل حلو معنى ان هي علمتك صح. ايوه ماشي. بس برضه يعني ما تقوليش يعني ان هي الكل في الكل برضه يعني مالها علمتك. هي تفتخر لانك هي العين علامها. ايوه اقنعتيني صح صح. شكرا يا ستي. محمد بص المزهر. المزهرت. انت كنت فين يا رماس؟ لابسه طرحه من عينه وبيضه طرحه. ايه ده؟ انا بشتغل نفسي. محدش يشتغل. انت كنت فين يا رماس؟ انت من ساعة ما خلصت امتحانات وانت محدش بقى يشوفك على طول قاعدة على التليفون بتلعبي صح؟ انا عملتها جرابوس كرينة فخلاص. بس هي بتقعد على التليفون جوه علشان انا كمني تعبان ما بتحبش ايه تشغل اصوات جنب مني عشان ما تصدعكش. اه فهي رماس حساسة شوية وعندها بعض نظر. رماس رماس ده عسل. يا لو في اتنين منك يا بنتي يا رماس ولا تلاتة ولا أربعة. ايه كنا
ياه لو في منك اتنين ياه. لبس الطرحة اتحجبت. ايه ده انت اتحجبتي؟ مش واخد بالك بالطرحة. انا بزكي هنا قصدك بتزكي هنا. بتزكي هنا صح.